السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نتكلموا على موضوع بزاف مهم. راح نتكلموا على إيمان خليف البطلة الجزائرية. البطلة الجزائرية قصتها لم تنتهي، القصة تاعها ما زالت ومستمرة. إيمان خليف رسميا ترفع شكوى ضد كل المتنمرين والمستهزئين بإيمان خليف، بشكلها، بمنظرها، بالجينات تاعها. إيمان خليف الشي اللي فيها خلق من عند ربي سبحانه، أن عندها هرمون تستورول زايد ومرتفع، ولكن أعداء الجزائر وأعداء إيمان خليف حبوا يشوهوا لها سمعتها وقالوا عليها أنها متحول وأنها ليست امرأة وهي رجل وتقاتل النساء. كل هذا الكلام إشاعات وأكاذيب فقط لا للصحة منها، كل شيء كذب في كذب. إيمان خليف اليوم ترفع شكوى قضائية رسميا بالصحافة الفرنسية، الإنجليزية، الإيطالية، الألمانية، والعديد من الشخصيات المشهورة، واللي منهم إيلون ماسك، يعني على رأس القائمة إيلون ماسك، والعديد من المنظمات النسوانية، ومنهم وحدة إيطالية، وكذلك دونالد ترامب رئيس أمريكا، اللي كذلك تهجم على إيمان خليف كما راكم تشاهدوا معنا الوثيقة الرسمية تاع الشكوى اللي دارتها إيمان خليف. برافو 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 على إيمان خليف. ولكن ما ننسوش أمر مهم، رغم كل هاد الأعداء اللي تكتلوا على إيمان خليف، كل الناس اللي سبوها اللي شتموها اللي حبوا يقللوا من قيمتها، ما قدروش يفشلوها وما قدروش يحبسوا لها المشوار تاعها اللي كملت ودات الميدالية الذهبية. زكارة في كل أعداء إيمان خليف وزكارة في كل أعداء الجزائر. برافو عليها وبرافو على البطلة الجزائرية الملاكمة القوية اللي ترد على منتقدينها وأعدائها بالعمل، بالميدالية الذهبية فوق الحلبة، لا للكلام ولكثرة التصريحات. إيمان خليف رغم أن العديد من الناس تهجموا عليها، ما شفناش ردت عليهم في تصريح أو دارت لهم قيمة أصلا، لا ما قيمتهمش بعملها المحترف، مركز على تدريباتها، على تحضيراتها. اليوم بعد ما انتهت الأولمبيات وانتهى كل شيء وانتهت كل الأمور ودات الميدالية الذهبية اللي كان لازم يتحقق حقاته، الآن قدمت هاد الشكوى اللي هي رسميا، لأن الناس هادو تبلوها، الناس هادو ظلموا إيمان خليف ظلم كبير جدا وتعداوا عليها، ولكن هي ردت عليهم فوق الحلبة، واليوم هاي دارت هنا شكوى. وحاجة اللي حاب نتكلم عليها اللي هي الصحافة العار، الصحافة الجزائرية، أين هي؟ أين هي الصحافة الجزائرية من كل هذه الأمور؟ شفنا الصحافة الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية، الإيطالية، الأمريكية، شفنا الصحافة تاع المروك اللي تكالبوا على إيمان خليف اللي هم أعداء الجزائر، من اللي صباحا ومساء ينبحوا على إيمان خليف. إيمان خليف ليست إيمان، اسمها أيمن، إيمان خليف رجل وليست امرأة. علاش؟ لأنهم أعداء الجزائر. كل هاد الأمور وما شفناش صحافة العار، الصحافة الجزائرية، خرجت وترد على هاد الصحافيين وترد على هاد الصحافة وتدافع على إيمان خليف، لم نرى لهم أي صوت. وحتى المؤثرين اللي زعما عندهم انستغرام كبير واللي عندهم قنوات كبيرة واللي عندهم تيك توك كبار، أينهم؟ مش شفناش، شفنا واحد أو اثنين وفقط. شفناهم وقتاش؟ نهار الأخر، الماتش الأخر تاع إيمان خليف بانوا كامل، كيعرفوا أنه إيمان خليف خلاص راح تدي ميدالية ذهبية، خرجوا كامل بانوا. ولكن قبل ما خرج حتى واحد دافع عليها ولا أي واحد تكلم عليها، فقط الشعب العادي والناس البسطاء. وأنا راكم شفتوا في القناة والفيديوهات راهي تبين لكم من أول يوم، مش من أول يوم تاع العام هذا، لا، من 2023 البطولة العالمية، من أول بطولة العالمية كنت تكلمت عليها ودافعت عليها، ومازال ليومنا هذا نتكلم على إيمان خليف وعلى أي بطل جزائري وعلى أي رياضي جزائري كي يتظلم ندافع عليه ونوقف معاه، لأنه ابن بلدنا الجزائر، ما نخلوش واحد يظلمه أو واحد يحقره. إيمان خليف تعرضت لظلم كبير، لحقرة كبيرة، لتنمر كبير. تخيل معايا، تخيل معايا عزيزي، امرأة يقولها انتي ماركيش امرأة، انتي رجل، حبوا يردوها رجل بالسيف. لماذا؟ لأنها قوية بدنيا، لأنها قوية بدنيا، قالك لا هذه رجل وليست امرأة. عيب وعار صراحة.
عيب وعار. الإعلام الغربي إعلام منافق بأتم معنى الكلمة. الإعلام الغربي يدعم المثليين، يدعم قوم لوط بصفة عامة بكل أنواعها وإشكالها، منظمات وحقوق وعندهم العديد من الأمور، والصحفيين يدافعوا عليهم ومحاكم وكل شيء. ولكن إيمان خليف شفنا كيفاش طاحوا عليها، كيفاش سبوها، كيفاش شتموها، وكيفاش كانت عليها حملة قوية جدا. زائد أيضا المنظمات تاع النسوانية اللي فيمينيست، اللي على أساس يدافعوا على حقوق المرأة ويدافعوا على المرأة المظلومة، على المرأة المضطهدة، أين هم؟ سوى في الجزائر أو خارج الجزائر، عربيا أو عالميا لم نراهم، بل رأينا عالميا منظمة النسوانيين فيمينيست جاءوا ضد إيمان خليف وأمنوا الكذبة والإشاعة على أن إيمان خليف رجل وليست امرأة. مضحك الأمر، وقسما بالله أن الأمر مضحك. إيمان خليف الحمد لله أنه خرجت اللجنة الأولمبية اللي هي دافعت عليها وقالت لهم هي امرأة، هي فتاة، هي ملاكمة، هي بطلة، وتشارك في الأولمبياد بالشكل القانوني والطبيعي جدا. ولكن الأعداء خرجوا كلهم تكالبوا، ذرية اليهود خرجوا كلهم ضد إيمان خليف، قال لك لا رجل وليست امرأة، رجل وليست امرأة. وأنا بالنسبة لي هذوك اللي قالوا لك إيمان رجل وليست امرأة لأنه حسوا إيمان خليف أرجل منهم، وفي الحقيقة هي أرجل منهم وأشرف منهم وأنظف منهم بكثير. إيمان خليف برافو عليها، برافو 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 عليها، ردت على أعداء الجزائر بالطريقة الصحيحة وبالطريقة اللازمة، لأنه أعدائك دائما ما تردش عليهم بالكلام، رد عليهم بالعمل، بالميدالية، بالإنجاز، بالتتويج. وهذا الشيء اللي دارته إيمان خليف، اللي مدت درس كبير لكل أعداء الجزائر ولكل أعداء إيمان خليف، أنه ترد عليهم فوق الحلبة وما مدت لهمش قيمة أكثر من قيمتهم. والألعاب الأولمبية اللي كانت في باريس وفي فرنسا كانت بدون أي طعم، بدون أي لون، بدون أي رائحة. ولكن بعدما إيمان خليف بدات القضية تحت بان، وكل الناس ولات تتبع الملاكمة ولات تتبعوا إيمان خليف، صار عندها رونق كبير جدا. إيمان خليف صنعت الحدث، كانت النجمة رقم واحد في أولمبياد باريس وفي العالم في هذه الفترة. ما كانش صحافة تتكلم إلا على إيمان خليف، سواء بالإيجابيات أو بالسلبيات. الصحافة الغربية كانت ضد إيمان خليف، فقط باش ما ننساش أن الصحافة، بعض الصحافة الأمريكية والشخصيات الأمريكيين الرياضيين منهم أغلبيتهم ملاكمين، كلهم دافعوا على إيمان خليف وتضامنوا معها وجاوا معها. ولكن كي تشوف مروكي اللي يدعي أنه خوك من الدم ومن العرق وفي الإسلام هو ضدك، هذا مو خوك، هذا عدوك. اللي يجي ضدك هو عدوك وليس أخوك، رغم أنهم يعرفوا الحقيقة. هذا هو العيب، أنه يعرف الحقيقة أنه إيمان خليف هي امرأة، هي ملاكمة، ولكن مهم جاي ضدك، يركب الموجة أنه باش يكون ضدك، باش يطيح عليك. ولكن الحمد لله أنه إيمان خليف تحصد الميدالية الذهبية، وهما واش ربحوا؟ ما ربحوا والو، ربحوا غير لعب. على كل حال تحية لإيمان خليف وتحية لكل أبناء الجزائر. السلام عليكم.